في وقت تستمر فيه معدلات رفض طلبات الحصول على التأشيرة، هناك من تفاجأ بقرار المجلس الأوروبي الجديد الذي يشمل زيادة رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 33%، حيث سيدفع طالبي التأشيرة 80 يورو بدلاً من 60 يورو. الزيادة هذه يعني مش حاجة كبيرة، يعني بين 60 أورو 80 أورو مش، ولكن بالنسبة للشعب الجزائري راك تعرف يعني القدرة الشرائية تاعو ضعيفة. سي با بروبليم دوغمونطاسيون، لو سيل بروبليم دو ريفو. بوركوا نهار يرفو يحكموا الدراهم الكل. هناك من يعتبر هذه التكاليف مرتفعة، وهذا ما يزيد من إنعاش خزائن الدول الأوروبية على حساب الجزائريين. هي بزاف هذا الرسوم على الجزائريين وغاليين بزاف، سما ما يقدروش عليها. أشاك فا يزيدوا وما راهم يبروفيتيو فينا هكذا. أشاك فا زيادة زيادة ماشي سي با نورمال. سي بوكو أون نو رومبوش ميم با، على ريغور نو رومبوشو موا 40% 30%. فهمتي؟ ما يعطوناش البيزون بليس دو سا، يزيدوا ميم با يرومبوشو لك. غير أن هناك من تمنى أن تتحسن خدمات استخراج التأشيرات بشكل أفضل مقابل هذه الزيادة في الرسوم. زادوا باسكو لي سيرفيس ايزون فاسيليتي لي سيرفيس فهمتي هكذا نورمالمون دابري لو كونسول يفون اليجي لي الاخر لو فيزا يعطوه يعودوا فاسيليتي وان بو لو فيزا. قرار المجلس الأوروبي سيقوم بالمقابل بتقديم تسهيلات، ذلك بتمديد آجال طلبها من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وكذا إمكانية تمديد مدة التأشيرة لحاملها.